مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. ارتفاع على درجة الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وهذا يترافق مع عودة الطلاب إلى المدارس. طقس حار نسبي إلى حار، وطقس أيضا لطيف إلى معتدل أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء معتدلة إلى لطيفة. الصغرى المتوقعة بحدود 22 درجة مئوية، لكن الرطوبة النسبية مرتفعة قليلا، وبالتالي ممكن يحدث بعض الشبورة وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. يوم الأحد أجواء حارة نسبيا، تكون العظمى ما بين 32 إلى 34 والصغرى بحدود 23. يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة بشكل عام. العظمى المتوقع يوم الاثنين ما بين 33 إلى 35 والصغرى بحدود 22. الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا. العظمى المتوقعة 31 إلى 32 والصغرى بحدود 19 درجة مئوية. الثلاثاء درجات الحرارة في عمان حول معدلاتها وأجواء صيفية عادية تقريبا. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، المناطق الشمالية إربد 35 23، عجلون 33 22، جرش 35 24، المفرق 36 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الصل 33 24، مأدبة 32 23، عمان 32 إلى 34 العظمى والصغرى 23. البحر الميت أجواء حارة في البحر الميت والأغوار، و 42 إلى 44 العظمى والصغرى بحدود 30. الزرقاء حارة نسبيا 36 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 33 22، الطفيل 32 22، الشوبك 31 21، معان حارة نسبيا 36 24، والعقبي أجواء حارة 44 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة، الأزرق 40 إلى 25، الصفاوي 39 إلى 24، والرويشد 40 إلى 24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع